أكد السفير الأمريكي لدى البلاد لورانس سيلفرمان أن لقاء حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى أبرز الملفات على الساحة الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وقد ثمن السفير الأمريكي الدور المحوري الذي تلعبه دولة الكويت في حل العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة بمناسبة انتهاء مهامه، مشددا على العلاقات الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة بدولة الكويت ودول مجلس التعاون في مختلف الأصعدة. شكل المؤتمر الصحفي لسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت لورانس سيلفرمان محطة محورية في وضع العديد من الملفات المحلية والدولية على طاولة النقاش، حيث استعرض مع الصحفيين دور دولة الكويت الإقليمي الحيوي في الحفاظ على استقرار المنطقة ودورها في العمل الإنساني، وتطرق إلى زيارة سمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى واشنطن. أقدر وأثمن جهود سمو الأمير حفظه الله ورعاه ودور دولة الكويت الدبلوماسي الإقليمي الحيوي في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ودورها في إيجاد حل للأزمة الخليجية، وكذلك دورها في مجال العمل الإنساني، وذلك بالتزامن مع الذكرى 5 لتنصيب سمو الأمير قائدا للعمل الإنساني. الحوار الاستراتيجي كان حاضرا على طاولة النقاش أيضا، وكذلك العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتربوية وغيرها. لن يكون هناك جلسات للحوار الاستراتيجي رسميا خلال زيارة سمو الأمير إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك فقط اجتماع لسمو الأمير مع الرئيس ترامب، وستكون مواضيع إقليمية عدة مدرجة في أجندة اللقاء. العلاقات الأمريكية الخليجية هامة جدا، وهي تتجسد في الزيارات المتكررة للقادة الخليجيين إلى أمريكا واللقاءات التي تجرى على مستويات مختلفة بين الأطراف المختلفة والمحادثات مستمرة على أكثر من صعيد. السفير الأمريكي ثمن خلال المؤتمر دور دولة الكويت في مجلس الأمن كعضو غير دائم والجهود التي تبذلها. التعاون جدا وثيق مع الجانب الكويتي، ونثمن الجهد الذي بذلته دولة الكويت في مجلس الأمن، وأن تكون عضوا ليس عملا سهلا، إضافة إلى أن طاقم العاملين هناك كبير جدا، وأننا نؤكد على التعاون الكويتي الأمريكي المثمر جدا، ونتطلع إلى المزيد منه في المرحلة المقبلة. السفير الأمريكي يودع دولة الكويت مشيدا بالتعاون المثمر والبناء الذي يجمع البلدين على مختلف الأصعدة، مشددا على ضرورة اعتماد الكويتيين على توزيع مصادر الدخل في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.